يقول: من اشتغل بطلب العلم وتأخر في الزواج هل يكون آثم؟ إن كان يخاف على نفسه، إن كان يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فإنه يجب عليه أن يتزوج، ولا يمنعه الزواج من طلب العلم، يتزوج ويطلب العلم في آن واحد. أما إذا كان ما يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام ويريد أنه يطلب العلم أولا ثم يتزوج، ما في مانع. طيب، المهم أنه ما يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام.